عرفنا حضراتكم شابتر الجينيتال سيستم عند حضراتكم صفحه 98 في الكتاب. هنتكلم ان شاء الله عن الجينيتال سيستم. طبعا السيستم اللي عليه الدور معانا هو الجينيتال، وكلمه جينيتال سيستم معناها الجهاز التناسلي. النهارده بنتكلم عن الجهاز التناسلي. الجينيتال سيستم اللي مكتوب عند حضراتكم ده كونسيرند ويز، معناه وظيفته برودكشن اوف جيرم سيل. كلمه جيرم سيل معناها الخلايا الجنسيه اللي هي ايه؟ السبرم لو ميل، سبرم اللي هي الحيوانات المنويه، والاوفم في الفيميل، الاوفم اللي هي البويضات. اذا الجهاز التناسلي هو المسؤول عن انتاج الجيرم سيل، والجيرم سيل دي في الميل اسمها سبرم وفي الفيميل اسمها اوفم، زائد انه بيفرز السكس هرمون اللي هي الهرمونات الجنسيه طبعا، اللي هي بقى تستوستيرون، استروجين، بروجستيرون، هرمونات الذكر وهرمونات الانثى. يبقى احنا عندنا الجينيتال سيستم ليه وظيفتين اثنين: برودكشن اوف جيرم سيل ده رقم واحد، وسكريشن اوف سكس هرمون ده رقم اثنين. الجينيتال سيستم احنا هنتكلم عن اثنين: واحد اسمه الميل جينيتال سيستم الجهاز التناسلي الخاص بالذكر، والفيميل جينيتال سيستم الجهاز التناسلي الخاص بالانثى. وهنبدا الاول الميل جينيتال سيستم اللي مكتوب عند حضراتكم ده، كلها الاسماء اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. هنبدا اول حاجه ان شاء الله بالتستس، تست اللي هي الخصيه، بعد كده هناخد البروستاتا، بعد كده هناخد غده اسمها البالبويوليسترا اللي هنسميهم غدتي كوبر، هناخد الابيديدمس اللي هو اسمه البربخ، هناخد الفاز ديفرنس اللي هو اسمه الوعاء الناقل، هناخد السيمينال فيسيكل اللي هنسميها الحويصلات المنويه، والاكسترنال جينيتال الاعضاء الخارجيه. ما نكتبش ترجمات حالا واحنا ماشيين، كل كلمه هقول لك هنكتب جنبها ايه. خلينا نبدا على طول يلا بالميل جينيتال سيستم. والميل جينيتال سيستم نبدا اول حاجه معانا هي التستس، والتس اللي هي الخصيه، ده اول حاجه هنبدا بيها ان شاء الله التستس. وعاوزك بقى تعرف لي الطريق اللي احنا بنمشي فيه. انت عندك التستس، بيجي بعدها الابيديدمس، بيجي بعدها الباز ديفرنس. وبص انا بقولهم تاني اول عشان التستس، بعدها الابيديدمس، بعدها الباز ديفرنس. اطلع فوق بقى يلا، اعمل لي جنب تستس رقم واحد، ابيديدمس رقم اثنين، باز ديفرنس رقم ثلاثه. يبقى انت عندنا رقم واحد التستس، رقم اثنين الابيديدمس، رقم ثلاثه الفاز ديفرنس، والباقي ده كله بيصب في الطريق ده وهو ماشي. يعني انت عندك في طريق رئيسي بيصب فيه حاجات. الطريق الرئيسي هو التستس ثم الابيديدمس ثم الفاز ديفرنس، في حاجات بتصب فيه، الباقي دي كلها غدد بتصب افراز على الحاجه وهي ماشيه في الاوعيه دي. هنبدا اول حاجه بالتستس، والتستس اللي هي الخصيه، مكتوب عند حضراتكم ده البرايمري سكس اورجان الميل. وساعه ما تسمع كلمه سكس اورجان الاعضاء التناسليه عندنا يا برايمري يا سكندري. برايمري ده العضو اللي بيكون مسؤول عن افراز الحاجات المهمه قوي، يعني الحاجات المهمه في الميل اللي هي ايه؟ السبرم والتستوستيرون، الحيوانات المنويه والهرمون الذكري، بيفرز منين؟ من التستس. يبقى التستس هي البرايمري سكس اورجان الميل، هي اهم عضو في الجهاز التناسلي الذكري. بيقول لي كل تست تبقى اوفويد، اوفويد دي معناها شكلها بيضاوي. التستس طبعا عندنا اثنين تست يا جماعه، بيكونوا عددهم اثنين، بيكونوا موجودين اوتسايد ذا بودي، مش جوه الجسم، موجودين بره الجسم في كيس. الكيس ده اسمه السكروتم، والسكروتم ده اللي هو كيس الصفر. يبقى احنا بيكون عندنا اتش تستس، لانهم بيكونوا تو تستس. اتش تستس از اوفويد، اوفويد معناها بيضاويه الشكل، مكونه من حاجتين اثنين، حاجه اسمها السيمينيفراس تيوبيول وحاجه اسمها الانترستيشيال تيشو. سيمينيفراس تيوبيول وانترستيشيال تيشو، وانزل لي كده على اخر مربع خالص، لان اللي اسمه السيمينيفراس تيوبيول ده اللي بيتكون فيه السبرم، ده اللي بيتكون فيه الحيوانات المنويه، انما الانترستيشيال تيشو ده اللي بيفرز التستوستيرون اللي هو الهرمون اللي اسمه التستوستيرون. يبقى احنا دلوقتي لو جيت سالتك وقلت لك في الميل جينيتال سيستم مين هو البرايمري سكس اورجان الميل؟ البرايمري سكس اورجان الميل هو التستس. التستس شكلها بيكون اوفويد، الاوفويد دي بتكون عباره عن جزئين اثنين، لما نبص جوه التست بنلاقي جزئين، الجزء الرئيسي اسمه السيمينيفراس تيوبيول، ودي عباره عن انابيب اسمها السيمينيفراس تيوبيول، السيمينيفراس تيوبيول دي هي اللي بتصنع السبرم، في جزء بقى رابط التيوبيول دي مع بعض، الجزء اللي رابط التيوبيول مع بعض اسمه الانترستيشيال تيشو، فمكتوب عندك التست بتبقى اوفويد مكونه من السيمينيفراس تيوبيول باوند توجذر، ممسوكه مع بعضها عن طريق حاجه اسمها الانترستيشيال تيشو. وقلنا تحت لو سالتك بقى دلوقتي التستس دي
جلان، هي جلان، هي غدة. هل الغدة دي اندوكراين ولا اكزوكراين ولا ميكس؟ لو فاكرين الغدد اللي بيصب حاجة في الدم يبقى اندوكراين، اللي يصبها في انبوبة يبقى اكزوكراين، اللي في الاثنين يبقى ميكس. التستس بتصنع هرمون تصبه في الدم اسمه التستوستيرون، وبتصنع الحيوانات المنوية تمشي في انابيب. اذا هي لها جزء اندوكراين ولها جزء اكزوكراين، يبقى هي ميكس الجلان. في اخر مربع مكتوب انها ميكس الجلان، لان السيمينيفراس تيوبيول بتصنع السبرم، وبالتالي هي ده الجزء الاكزوكراين، والانترستيشيال تيشو بيصنع التستوستيرون وده هرمون، يبقى ده الجزء الاندوكراين. التستس بيقول لي اتس بليسد ان سكروتم، وكلمه السكروتم دي معناها كيس الصفن، كيس الصفن، بيقول لي موجوده في السكروتم او اوتسايد الابدومينال كافيتي. وهنا عاوز اقول لك معلومه، التستس في الذكر اول ما بتتخلق بتكون جوه البطن، يعني التست بتاعتنا بتتخلق جوه البطن، ولما نتخلق جوه البطن مع التطور، مع بتكون جنين لسه كام شهر، التست بتكون في بطنك. بعد كده لما بتيجي تبص تلاقي التس عماله تنزل 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 تنزل، فتاخد جزء من جدار البطن تنزل بيه لتحت، تقوم جايه عامله كيس الصفر. كيس الصفر بيكون عباره عن احاطه خارجيه التستس محاطه بيها، جلد حوالين التس اسمه السكروتم، كيس الصفر. ليه ربنا خلق التستس بره الجسم؟ حراره الجسم كام؟ 37. الحاجه اللي موجوده جوه حراره الجسم بتكتسب من حراره الجسم. التستس ده مكان تصنيع الحيوانات المنويه، والحيوانات المنويه بتحتاج درجه حراره اقل من حراره الجسم، فكان لازم التست تبقى بره الجسم عشان ما تكتسبش من حراره الجسم، عشان تبقى بعيد عن حراره الجسم وتتاثر نسبيا بحراره الجو مش حراره الجسم. عشان كده التستس كده تبقى بره الجسم مش جوه الجسم. مكتوب عندك بيقول ده بليسد ان سكروتم، موجوده في كيس الصفن اوتسايد الابدومينال كافيتي، بره تجويف البطن. as it needs، لانها بتحتاج lower temperature، بنحتاج درجه حراره قليله. lower than mean، lower than your body temperature، بيحتاج درجه حراره اقل من جسمك for production of sperm، عشان تصنع الحيوانات المنويه. وعمليه تصنيع الحيوانات المنويه اسمها سبرماتوجينيسيس. سبرماتوجينيسيس معناها تصنيع الحيوانات المنويه. قبل ما نقلب نجيب الصفحه دي عشان الناس اللي جايه متاخر، يلا احنا بنتكلم عن الجينيتال سيستم. والجينيتال سيستم هو الجهاز التناسلي. الجهاز التناسلي ليه وظيفتين اتنين. الوظيفه الاولى برودكشن اوف جيرم سيل، بينتج الجيرم سيل. الجيرم سيل دي الحيوانات المنويه في الذكر والبويضه في الانثى. في الذكر بيبقى السبرم، في الانثى بتبقى الاوفم، زائد انه بيصنع الهرمونات. الجهاز التناسلي للذكر ده الجهاز التناسلي للانثى. بالنسبه للجهاز التناسلي للذكر اول حاجه بدانا بيها هي التستس، وقلنا التستس ده البرايمري سكس اورجان. ولما اقول لك برايمري سكس اورجان اعرف ان هو بيطلع الهرمونات وبيطلع الجيرم سيل. عندنا هنا التستس هي البرايمري سكس اورجان، شكلها بيكون ايه؟ اوفويد، بيضاويه، مكونه من جزئين، جزء اسمه السيمينيفراس تيوبيول وده اللي بيصنع السبرم في اخر مربع، وجزء اسمه الانترستيشيال تيشو وده اللي بيصنع التستوستيرون. العضو اللي بيصنع السبرم والتستوستيرون يبقى هو البرايمري سكس اورجان، بيصنع هرمون في الدم وسبرم في انابيب ميكس جلاند، لان في جزء اكسوكراين وجزء اندوكراين. التستس موجوده فين؟ موجوده اوتسايد الابدومينال كافيتي. ليه؟ لانها محتاجه درجه حراره اقل من حراره الجسم عشان تصنع الحيوانات المنويه. وده اول اورجان معانا اللي هو التستس. انا قلت لحضرتك كلمه التستس، بص لي على الصوره اللي انا جايبها لك بقى. الصوره اللي عندك دي انت لو خدت بالك هتلاقي التستس فوقها في حته مكلكعه شويه كده، يعني التستس بقى يا جماعه ده كده التستس اللي هي الخصيه، شكلها بيكون بيضاوي. بنيجي نبص نلاقي ده مكان تصنيع الحيوانات المنويه، ثم الحيوانات المنويه تلاقيها قامت جايه منقوله الى جزء، الجزء ده بيكون موجود فوق التستس وراها وفوقها، بيبقى عامل زي الكومه كده، عامل زي الفصله، ده اسمه الابيديدمس. الابيديدمس اللي هو البربخ، هو اسمه كده عرب البربخ، ده اللي بتنقل للحيوانات المنويه من التستس. ثم بعد كده البربخ ده بيكون جاي مدي حاجه اسمها الوعاء الناقل. الوعاء الناقل ده اسمه الفاس ديفرنس. يبقى طريق الحيوانات المنويه، يلا قول معايا، بيتصنع في السيمينيفراس تيوبيول بتاع التستس. مش هقول انا بيصنع في السيمينيفراس تيوبيول، ينقل الى ابيديدمس ثم ينقل الى الفاس ديفرنس. خدنا التستس، تعال ناخد الابيديدمس. انا همشي بالطريق الصح، مش همشي بالترتيب، انا همشي بالطريق الصح. شوف الابيديدمس فين وحاجه الابيديدمس. يلا بالنسبه للابيديدمس بيقول لي ده كوما شيبد،
كوما شد يعني شده عامل زي الفصله. بنقدر نسميها شده عامل كده، بصهم اللي عامل كده اهو، تلاقي الحته دي كده كانها عامله زي الفصله. بقول لك هو كوما شيب عامل زي الفصله، كوما شيب دكت، هو عباره عن انبوبه ليها هيد وبودي وتيل. ادي جزء الهيد، همسح بقى الحاجات دي اهي، ادي جزء الهيد وادي جزء البودي وادي التيل بتاعه في الاخر. اذا الابريدمس هو كوما شيب، ده عامل زي الفصله، ليه هيد وبودي وتيل. بيقول لي اتز ريليتد تو البوستيريور بوردر اوف تيستس. احنا قلنا الابريدمس ده بيكون علاقته ايه بالتيس، قدامها ولا وراها؟ وراها، فهو ريليتد للبوستيريور سيرفيس، يعني موجود على التيستس من ورا. بس بيكون موجود ازاي؟ كاتب لك بين قوسين بيهايند اند اباف التيستس، يعني بيكون موجود ورا التيستس بس نسبيا فوقها شويه. ده كده قدام يا جماعه، ده كده ورا، يبقى الابريدمس مكانه فين؟ ورا التستس وفوقها، behind and above التستس. بيقول لي it is formed of fine tubule، مكون من انابيب فاين، دي معناها صغيره، مكون من انابيب صغيره اسمها الفازا افرانشيا. اسمها ايه؟ فازا افرانشيا. هي الانابيب دي كانت اسمها ايه؟ سيمينيفرس تيوبيول، ده اللي بيتصنع فيها الحيوانات المنويه، ثم تنقل الى الفازا افرانشيا بتاع الابريدمس. اذا الابريدمس عباره عن انابيب صغيره، اسمها ايه الانابيب دي؟ فازا افرانشيا. اسمها ايه؟ فازا افرانشيا. الفازا افرانشيا دي بتنقل السبرم، يلا ينقل فين؟ من التستس للفاز ديفرنس، لان الترتيب هيبقى مين ثم مين ثم مين؟ تستس، ابريدمس، فاز ديفرنس. نجيب الابريدمس يلا. الابريدمس بيبقى عباره عن شكله كوما شيب، وهو دكت، تركيبها هيد وبودي وتي، مكونه من انابيب اسمها فازا افرانشيا، ووظيفته نقل الاسباب من مين لمين؟ من التستس للفاز ديفرنس، زائد ان هو مكانه فين؟ على البوستيريور سيرفيس بتاع التست، بيهايند اند اباف. المفروض بعد كده الابريدمس هينقل الحيوانات المنويه لمين؟ للفاز ديفرنس. هات لي يلا الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس ده بيقول ان هو سنجل ماسكولار دكت، انبوبه عضليه مفرده. وسنجل دي يعني ايه؟ مش معناها ان هو واحد، يعني واحد هو اثنين يا جماعه، بس اقصد كل تستس ليها فاز ديفرنس واحد بس، هو انبوبه واحده. امال الابريدمس ده انبوب كتيره اسمها فازا افرانشيا، انما ده انبوبه واحده بس. التستس اليمين ليها فاز ديفرنس واحد والشمال ليها فاز ديفرنس واحد، اذا كل تستس ليها فاز ديفرنس. وكلمه فاز ديفرنس معناها الوعاء الناقل، الوعاء الناقل. هو ليس معناه وعاء ناقل؟ انه بينقل الحيوانات المنويه. اذا بيقول لي هو سنجل ماسكولار دكت، اكيد هيكون بادئ منين؟ هو ده مين؟ ده اسمه ايه؟ ابيديدمس. كان بادئ من هيد وبودي وتيل، يبقى الفاز ديفرنس بدايته هو التيل بتاع الابيديدمس. مكتوب عندك بيقول ده سنجل ماسكولار دكت ارايزنج فروم تيل اوف ابيديدمس، بادئ من اول التيل، طوله بيكون 40 سم، 40 سم، حاجه طويله جدا. الفاز ديفرنس ده بيكون ماشي معاه ارتري وماشي معاه فين، يعني ماشي جنبه ورين وماشي جنبه شريان. الورين اسمه سبرماتيك ارتري، والشريان الورين والشريان سبرماتيك ارتري وسبرماتيك فين. سبرماتيك ارتري وسبرماتيك فين، ايه اللي سبرماتيك ارتري وفين دولت؟ دول يا جماعه المفروض ان هم لاقين يغذوا التستس بالدم ويسحبوا الدم من التستس. اذا ده شايل حيوانات منويه، معاه شريان مود الدم، معاه وريد واخد الدم، يبقى عندي ثلاث حاجات ماشيين مع بعض، مين ومين ومين؟ الفاز ديفرنس مع السبرماتيك ارتري مع السبرماتيك فين. التلاته مع بعض دول بنسموهم سبرماتيك كورد. التلاته مع بعض بنسموهم سبرماتيك كورد، يبقى لو سالتك مما يتكون السبرماتيك كورد؟ الفاز ديفرنس مع السبرماتيك ارتري مع السبرماتيك فين، بيبقوا عباره عن، اسمع دي، ثلاث انابيب ملفوفين في انبوبه واحده. يعني لما نيجي نبص على الاسبرماتيك كورد كمقطع نلاقي الاسبرماتيك كورد، ادي الاسبرماتيك كورد اهو، هو حبل جواه، ادي شريان وادي وريد وادي الباص ديفرنس. اذا هو ثلاث انابيب ملفوفين في انبوبه واحده اسمها الاسبرماتيك كورد. الاسبرماتيك كورد انتر الابدومين سرول انجوينال كانال، يعني ايه ده بقى؟ اسمع دي كويس قوي عشان تبقى انت فاهم انا بقول ايه اصلا. مبدئيا يا جماعه هي التستس مكانها فين؟ كان الكيس اسمه سكروب، يعني دلوقتي انت فين؟ انت بره الجسم خالص.
بره الجسم ما ينفعش تخليك بره الجسم، انت لازم هتخش جوه الجسم لسبب. المخرج بتاع الحيوانات المنويه هو قناه مجرى البول اللي اسمها اليوريثرا. المره اللي فاتت لو تفتكرهم كنا بنقول ان اليوريثرا في الذكر هي مجرى للبول والحيوانات المنويه. اذا اليوريثرا ده مجرى اللي هيمشي فيه الحيوانات المنويه، واليوريثرا دي في الحوض، موجوده في الحوض. دلوقتي التستس موجوده فين؟ بره الجسم، ولازم تصنع حيوانات منويه، والحيوانات المنويه لازم تنقل الى داخل الجسم، تخش على الحوض، ثم من الحوض تبقى تطلع. يعني كان القصه كلها ازاي؟ الجزء ده كله كده بره الجسم، الحته دي كلها بره الجسم، فلازم ده ياخد حيوانات منويه يوديها للحوض، يقوم الحوض مطلعها في اليوريثرا، فلازم تنقلها من بره الجسم الى جوه الجسم. الانبوبه اللي ماشي فيها اسمها اسبرماتيك كور، وبيكون في قناه، القناه دي رابطه بره الجسم بجوه الجسم، القناه دي اسمها انجوينال كانال. اسمها ايه؟ انجوينال كانال. مكانها هنا كده يا جماعه، مكانها بيكون عند الفاصل بين الحوض والرجل، اسمها انجوينال كانال. هنا كده دي بتنقل اي حاجه من بره الجسم لجوه الجسم او من جوه الجسم لبره الجسم. يعني مثلا الفاس ديفرنس ده جاي من بره داخل لجوه، الفين جاي من بره داخل لجوه، الارتري جاي من جوه خارج لبره. بطريقه اسهل خالص الاسكروتم اهو، ده الاسكروتم كده. انا بره الجسم ولا جوه الجسم؟ انا بره الجسم. وده كده جزء، ده كده خلينا نقسمها بقى. هنا هي ادي الفاز ديفرنس اهو كده، انت كنت في الاسكروتم. الجزء ده كده الحوض، ده الحوض بالبطن اهو، ادي الحوض بالبطن. في قناه رابطه الحته دي بالحته دي، القناه دي اسمها ايه؟ اسمها انجوينال كانال. اسمها ايه؟ انجوينال كانال. بص على الكلام تاني كده من الاول عشان تربطه كله مع بعض. احنا بنتكلم عن الفاس ديفرنس، والفاس ديفرنس هو انبوبه سنجل ولا دبل؟ كل تيستس ليها سنجل، طولها بيكون 40، بدءا من التيل اوف ابيديدمس، مكانها بيكون في السكروتم بره. بعد كده بيقول انها بتكون ماشيه مع مين ومين بتكون مين؟ ماشيه مع سبرماتيك هارت، سبرماتيك فين تكون سبرماتيك كور. دول بره الجسم ولا جوه الجسم؟ بره الجسم، لازم يخشوا، فلازم تكون في فتحه موصله للسكروتم بالحوض. فتحه دي اسمها انجوينال كانال، وده اللي بيعدي فيها السبرماتيك كور. دلوقتي لو عدى في الانجوينال كانال بقى هو موجود فين؟ موجود في الحوض، موجود جوه الجسم. بعدها مكتوب الفاس ديفرنس اند از دايليتد بارت، بينتهي بجزء منتفخ اسمه الامبولا اوف ذا فاز. اسمه الامبولا اوف ذا فاز، يبقى نهايته بيبقى جزء منتفخ اسمه الامبولا اوف ذا فاز. ذات لاي بيهايند اليورينري بلادر، بتكون موجوده ورا المثانه. واسمع بقى اللي هقوله الله يكرمك. هو ده مين؟ ده كده الجزء المربع ده مين؟ ده السكروب. يعني دلوقتي فين؟ بره. امال ده جزء مين؟ ده البلفس اللي هو الحوض. في البلفس المثانه اهي، ادي المثانه اللي هي اليورينال بلادر، والمفروض المثانه بيكون طالع منها اليوريثرا، ادي اليوريثرا طالع لبره، وبالتالي المثانه طالع منها اليوريثرا. دلوقتي بيقول لك الفاس ديفرنس بادي اهو ماشي معاه ارتري ومعاه فين، قام جاي داخل عن طريق انجوينال كانال وبقى في الحوض، ولما يروح الحوض يلاقي نفسه ورا المثانه. فلما يلاقي نفسه ورا المثانه تلاقيه قام جاي في الجزء ده كده وعامل انتفاخ، يعمل انتفاخ ورا المثانه. الانتفاخ اللي ورا المثانه بنسميها امبولا اوف ذا فاز، وكلمه امبولا معناها انتفاخ، امبولا اوف ذا فاز. يبقى لو سالتك الفاز بينتهي ازاي؟ الفاز بينتهي عن طريق جزء منتفخ، الجزء المنتفخ ده اسمه امبولا اوف فاز. مكتوب عندك امبولا اوف فاز، موجوده فين الامبولا اوف فاز دي؟ ورا اليورينري بلادر، بيهايند اليورينري بلادر. بيقول لي ذات تابر اجين، تابر اجين دي معناها تضيق تاني، يعني يبقى جزء منتفخ ثم يضيق اهي، كان جزء عادي خالص ثم انتفخ ثم ضاق. ولما ضاق مكتوب عندك بيقول ان هو بيمسك مع الضغط بتاع السيمينال فيسيكل مع انبوبه الحويصلات المنويه عشان يكون حاجه اسمها الايجاكولاتوري دكت. ايه ده؟ بص على الصفحه اللي قبلها من تحت، الصفحه اللي قبلها من تحت هتلاقي مكتوب حاجه اسمها السيمينال فيسيكل. السيمينال فيسيكل دي اكتب لي يلا الترجمه، اسمها الحويصلات المنويه، الحويصلات المنويه، الحويصلات المنويه.
ودي عباره عن ايه السيمينال فيسيكل دي؟ بيقول لي دي هايلي كويلد تيوبز، انابيب ملتف حوالين نفسها. هايلي كويلد معناها ملتف حوالين نفسها، انابيب ملتف، سيتويتد على البوستيرور سيرفيس اوف بلادر، موجوده على المثانه من ورا. اذا السيمينال فيسيكل موجوده فين يا جماعه؟ موجودة على المثانة من ورا، على البوستيرور بوردر اوف يورينري بلادر. وظيفتها ايه السيمينال فيسيكل؟ السيمينال فيسيكل بتبقى عبارة عن اتس سكريشن، بتفرز المين بالك اوف سيمينال فلويد، الجزء الرئيسي من السائل المنوي، دي اللي بتفرز اهم جزء من السائل المنوي. واسمع بقى اللي هقوله ده، في الذكر، في الذكر لازم الحيوانات المنوية يمشي معاها السائل المنوي، لان الحيوانات المنويه ده الكائن اللي ماشي، السائل المنوي هو الوسط المغذي، فلازم الحيوانات المنويه تلاقي سائل المنوي يمشي معاها. الحيوانات المنويه اتصنعت فين؟ في التستس. اتنقلت لمين؟ ابيليدس. اتنقلت لمين؟ لفاصدف. ده كلها حيوانات منويه لسه، لحد ما تروح ورا البلادر. لما تروح ورا البلادر تلاقي هناك حاجه تانيه اسمها سيمينال فيسيكل، الموجوده هي كمان ورا البلادر. تقوم السيمينال فيسيكل مطلعه انبوبه، وتقوم الفاس ديفرنس منتفخ ومنتهي بحته ضيقه، تقوم انبوبه ده ماسكه مع انبوبه ده. ارجع للفاس ديفرنس يلا تاني كده، ارجع للفاس ديفرنس من تحت. بقول الفاس ديفرنس بينتهي دايليتد بارت اسمه الامبولا اوف فاس ورا البلادر ذات تابر اجين، بتضيق مره ثانيه عشان تمسك مع الضغط بتاع السيمينال فيسيكل. الاثنين كان مكانهم فين؟ ورا البلادر. تقوم الضغط بتاع السيمينال فيسيكل ماسكه مع الفاس ديفرنس في اخره، يقوم الاثنين مع بعض مكونين حاجه اسمها الايجاكولاتوري دكت. ايجاكولاتوري دكت معناها القناه القاذفه، القناه القاذفه. يبقى لو سالتك في الامتحان وقلت لك مما تكون الايجاكولاتوري دكت، ده نهايه الفاس ديفرنس مع السيمينال فيسيكل دكت، مع الضغط بتاع السيمينال فيسيكل. طب الايجاكولاتوري دكت اللي بتصب فين؟ بيقول لي ايجاكولاتوري دكت اوف بوث سايد على الناحيتين اوبن في البروستاتيك يوريثرا. فاكرين المره اللي فاتت اليوريثرا كان كام جزء؟ ثلاثه. اول جزء كان اسمه بروستاتيك لان البروستاتا كان هنا، بروستاتيك. ثم جزء كان اسمه ممبرينس يوريثرا، ثم جزء اسمه بينايل يوريثرا. بيقول لك الايجاكولاتوري دكت بتصب في البروستاتيك يوريثرا، بتصب في اليوريثرا. احنا متفقين ان الجهاز التناسلي الذكري بينتهي نفس نهايه الجهاز البولي، لان اليوريثرا دي قناه مشتركه بين الجهازين البولي والتناسلي، يعني يطلع منها البول وكذلك يطلع منها الحيوانات المنويه. عندي بقى هنا سؤال كده على السريع قوي، هات لي طريق الحيوانات المنويه وهو ماشي زي ما قلنا لغايه دلوقتي. هيتصنع فيه سيمينيفرس تيوبيول اوف ذا تيستس، هينقل الى الابيديدمس في الانبوبه اللي اسمها فازا افرانشيا، ثم ينتقل الى الفاستف ويعدي من جوينا الكنال ويروح ينتفخ في اخر الفاز ورا بلادر، ثم الانبوبه بتاعته تمسك مع الانبوبه بتاع سيمينال فيسيكل. يجي الحيوانات المنويه تلاقي بقى معاها السائل المنوي، تقوم مكونه حاجه اسمها الايجاكولاتوري دكت اللي تصب في البروستاتيك يوريثرا. عاوزين بقى نشوف باقي الغدد. احنا اتكلمنا عن غده اسمها السيمينال فيسيكل، كان مكانها فين السيمينال فيسيكل دي؟ السيمينال فيسيكل كان مكانها ورا اليونري بلادر. عندنا حاجتين اتنين دلوقتي ورا اليونري بلادر، عاوز اسمين ايه وايه؟ في حاجتين ورا البلادر، ايه وايه؟ السمنة البيسكي، وفي حاجة كمان الأمبولا بتاعت الفاز اللي هو الجزء المنتهي أو آخر جزء من الفاز اللي اسمه الأمبولا أو ذا فاز. عندنا غدتين اتنين عاوزين نتكلم معاهم بقى، غدة اسمها البروستاتيك جلاند وغدة اسمها البالبو يوريثرال جلاند. عاوزين نعرف دي فين ودي فين. ناخد الأول البروستات جلاند، والبروستات جلاند يا جماعة ميل بس، بروستات جلاند ميل بس. والله بنشوف مواقف في العمل بيبقى الموديول الموديل قدامك في ميل، وانا بكرر دي كل حصه وهاجي برضه يوم العمل الاقي حد عاملها لي، تلاقي الموديل قدامك ميل ميل منور بيقول لك انا ميل اهو ومحطوط او في ميل اسف، والفاجينا موجود واليوترس موجود وكله خلاص في ميل، وتلاقي حاطط دبوس لك ده البروستاتا. البروستاتا ميل بس، ميل بس. بص عندك كده يلا، بيقول ده فايبرو ماسكولار جلاند، هي غده، دي غده
فايبرو ماسكولر يعني تركيبها الياف مع عضلات، هي حاجتين اتنين مع بعض. سراوندنج النك اوف يورينري بلادر، موجوده حوالين النك بتاع البلادر. فاكرين المره اللي فاتت لما كنا خدنا البلادر كانت بيراميدال ان شيب، ليها ايه فوق وايه تحت، كان ليها البيس فوق والنك تحت. حوالين النك هنا كده بنلاقي البروستاتا، اذا البروستات جلان بتكون موجوده الراوند النك اوف بلادر. هو بعد النك بتاع البلادر دي كان فيه يسرى، اذا البروستاتا موجوده حوالين النيك اوف ذا بلادر والبروكسيمال بارت اوف ذا يسرى اللي هو اول جزء من اليوريسترا. يبقى لو سالتك اين تقع البروستات جلاند، البروستات بتقع حوالين النيك اوف ذا بلادر وحوالين البروكسيمال بارت بتاع اليوريسترا. بعد كده بيقول انلارجد ابوف ذا ايج اوف 50، بنضخم فوق سن ال 50. مرة اللي فاتت كنت قلتها لكم لما بيحصل ضخم البروستاتا فتقفل على البول، فتلاقي الناس الكبار ما يعرفوش يعملوا بول بسهولة لأن البروستاتا متضخمة. Enlarge above the age of 50، فوق سن ال 50 بتكبر in some people، في بعض الناس عشان تكون حاجة اسمها senile enlarged prostate، اسمها senile enlarged prostate. المرة اللي فاتت كنت سميتها benign prostatic hyperplasia، يعني تقول الاسم ده بيناي بروستاتيك هايبر بليزيا، الاسم الثاني بتاعها سينايل انلارج بروست سكريت بارت اوف السيمينال فلويد، ده بتفرز جزء من السيمينال فلويد فور سبيرم نيوتريشن، من اجل التغذيه. هو لو سالتك مين اللي بيفرز المين بالك اوف سيمينال فلويد، السيمينال فيسيكل، بس بيشارك معاه برضو البروستات وبيشارك معاه كمان البالبو يوريسترال جلاند. البالبو يوريسترال جلاند دي غده كمان مكتوب عندك تو بين هيد جلاند. بين هيد معناها قد سن الالم، قد سن الالم مكتوب عندك اهوت، هما اتنين بيسايد الممبرينس يوريسترا بلو البروستا. بصوا يا جماعه ده مين؟ ده البلادر. امال ده مين؟ يوريسترا. ويوريسترا كام جزء؟ تلات، ده اسمه بروستا، ده اسمه ممبرينوس، ثم بعد كده بينايل. البروستا اللي هي الغده موجوده جنب البروستا يوريسترا، البالب يوريسترا الجلاند اهو، البالب يوريسترا الجلاند، هما اتنين على جانبي الممبرينوس. فلما اقول لك مكان البالب يوريسترا الجلاند يبقى على جانبي الممبرينوس، يبقى تحت البروستا، ما هي البروستات اهي، يبقى هما تحت البروستا على جانبي الممبرينوس يوريسترا. مكتوب عندك بيقول انها تو بين هيد جلاند بيسايد الممبرينوس يوريسترا جنب الممبرينوس بيلو البروستا، تحت البروستات. بعد كده بيقول الاسم الثاني بتاعها هي كوبرز جلاند، ده الاسم الثاني اللي اسمها غدتي كوبر، وفي العربي كده في العربي بنترجمها كده غدتي كوبر، كوبرز جلاند which secrete part of seminal fluid، اللي بتفرز برضو جزء من السيمينال فلويد. يبقى لغايه دلوقتي خدنا ثلاث حاجات بيفرزوا السيمينال فلويد، مين ومين ومين؟ رقم واحد السيمينال فيسيكل لانها المين بالب، بيساعدها بروستاتا، بيساعدها البالبو يوريسترال جلاند. سؤال بقى، اظن خدتوا بالكم ان في مسار ماشي فيه الحيوانات المنويه وغدد بتصنع السائل المنوي للحيوانات المنويه. المسار تلاتة والغدد تلاتة، مين المسار؟ تستس ابيديدمس فاز ديفرنس، مين اللي بيصنع السائل المنوي بقى؟ سيمينال فيسيكل والبروستا والبالبو يوريسترال جلاند. ده كده بالنسبه للاعضاء التناسليه، اسمع الداخليه، الاعضاء التناسليه الداخليه لو انت ناحيه جوه الاسبيه. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه اسمها الاكسترنال جينيتاليا، وكلمة جينيتاليا معناها الأعضاء التناسلية. فلما أقول لك external جينيتاليا يبقى أنا بتكلم عن الأعضاء التناسلية الخارجية، أنا كده بره الجسم خالص بقى. والأعضاء التناسلية الخارجية بيكونوا اتنين، سكروتم، إيه السكروتم ده؟ كيس الصفن زائد البينس، البينس هو العضو الذكري. بالنسبة للسكروتم بقول ده سكين ساك، سكين ساك معناها شنطة عبارة عن جلد، شنطة تركيبها جلد ديفويد اوف فات، مهم قوي الحته دي، ما فيهاش دهون. السكروتم جلد ما فيهوش دهون، اذا هو جلد، شنطه جلد ما فيهاش دهون. ديفايدد باي سيبتم، مشقوقه نصين انتو تو كومبارتمنت، الى جزئين. اذا التست لما نيجي نبص عليها، لو قلت لك مثلا ده كده التست اهي،
تلاقي التستس بتبقى عبارة عن كيس جلد، الجلد ما فيهوش دهون خالص، في النص كده في شق، الشق ده بيقسم السكروتم إلى نصين، نص فيه تستس ونص فيه تستس. إذا يبقى أنت عندك كام تستس؟ اتنين. وكام سكروتم؟ واحد، ولكنه مقسوم اتنين. كل قسم من دول، كل كومبارتمنت بيحتوي على ايه؟ حتة مهمة قوي. ده كان مين؟ ده كان السكروتم. يبقى السكروتم هو مين ومين ومين؟ تستس وإبيديدرمس وجزء من الفاس ديفرنس. عشان كده مكتوب عندك بيقول كل كومبارتمنت لوج، لوج معناه بيحتوي على تستس وإبيديدرمس وبداية الفاس ديفرنس. يبقى انت عندك تستس إبيديدرمس بداية الفاس، ده موجود في السكروتم. امال البينس بقى؟ البينس اللي هو العضو الذكري بيقول ده مكون من سبونجي إيركتايل تيشو. سبونجي معناها نسيج سفنجي طري، إيركتايل تيشو معناها قابل للتمدد. سروقت بس البيناي يوريسرا من الحصة اللي فاتت لما كنا خدنا اليوريسرا، جزء اسمه بروستاتيك يوريسرا، وجزء اسمه ممبرينوس، وجزء اسمه بيناي. والبيناي سميناه بيناي لانه كان معدي طبعا في مين؟ في البينس. وده كده بالنسبة للميل جينيتال سيستم. في لحظة عاوزك تمر بعينيك معايا بقى على الميل جينيتال سيستم كله. الميل جينيتال سيستم، هي وظيفة الجينيتال سيستم ايه اصلا؟ وظيفة الجينيتال سيستم اتنين، برودكشن اوف جيرم سيل وسكريشن اوف هرمون. بص بقى كده على المربع اللي كنا عدناه اللي هو الميل جينيتال سيستم، مكون من رقم واحد قلنا مين؟ تستس. رقم اتنين قلنا مين؟ ايبيديدرمس. رقم تلاتة فاس ديفرنس، وده الطريق. امال الغدد كانوا مين ومين ومين؟ بروستات وبالبويوريسرال وسيمينال فيسيكل، وبره كان اسمه اكسترنال جينيتاليا. اولا بدانا في التستس، قلنا ده البرايمري سكس اورجان ان ميل، كان شكلها اوفويد. وركز على اللي انا بقوله عشان هعمل مقارنه. هنا بيقول انها برايمري سكس اورجان ان ميل، شكلها بيكون اوفويد، مكونه من سيمينيفراس تيوبيول وانترستيشيال تيشو. سيمينيفراس بتصنع سبيرم، انترستيشيال بتصنع تستوستيرون، ودي كانت موجوده بره الجسم، صح كده؟ هتقولي بقى كده الفيميل جينيتال سيستم، وهاتلي اول حاجه عندك اللي اسمها الاوفري. والاوفري ده المبيض، المبيض الاوفري هو المبيض. واول كلمه مكتوبه ده البرايمري سكس اورجان ان فيميلز. من البرايمري سكس اورجان ان ميل؟ تستس. من البرايمري سكس اورجان ان فيميل؟ اوفري. واحنا متعودين طالما قلت لك برايمري يبقى بيصنع ايه وايه؟ بيصنع الجيرم سيل والهرمون. هو التستس كانت بتصنع مين ومين؟ سبيرم وتستوستيرون. يبقى اكيد دي هتصنع اوفم اللي هي البويضه والايستروجين والبروجستيرون. مكتوب عندك ده سمول، تكون صغيره. الموند، الموند معناها عامله زي حبايه اللوز، عامله زي اللوز كده. الموند جلان ان بلفس، موجوده في الحوض. لاترال تو اليوترس، على جانبي الرحم، على جانبي الرحم. وعاوزين بقى نرسم الجهاز التناسلي تنسب. الجهاز التناسلي في الانثى عامل بالظبط، عذرا على التشبيه، عامل زي راس البقره اللي لها قرنين. ازاي؟ بصوا يا جماعه بنلاقي اهو على راس البقره اللي ليها قرنين، وكل قرن من دول منتهي بانتفاخ. ده المبيض، ده قناه فالوب، ده الرحم، ده المهبل. كمان مره، ده مين؟ المبيض. والمبيض اللي هو الاوفري. ده قناه فالوب اللي بنسميها فالوبيان تيوب. ده الرحم اللي بنسميه يوترس. مين اليوريتر؟ مين اليوريتر؟ الحالب. مين اليوريسرا؟ قناة مجرى البول. مين اليوترس؟ الرحم. ما تلخبطش بينهم. اليوريتر غير اليوترس غير اليوترا غير اليوريسرا. اليوريتر ده الحالب، يوريسرا قناة مجرى البول، يوترس ده الرحم. وده بالنسبة للفاجاين اللي هو المهبل. لو سألتك دلوقتي هنتكلم عن مين؟ على الاوفري. يبقى الاوفري لو جيت سألتك مكانه فين؟ ده كله في الحوض. بالمناسبة الأجزاء دي كلها، كلها على بعضها كده حتة قد كده. يعني الجهاز جوه الجسم حتة قد كده.
الرحم ده لما بيكون مفيش حمل هو بالظبط حته ايه قد كده بالظبط، ولما بيتنفخ ويبقى فيه حمل ممكن يبقى قد كده، بس هو اصلا حته قد كده. والمبيض على جنابه يا دوب عقله صابع المبيض، هتبقى حاجات صغيره جدا. اذا لو سالتك كان ايه الرحم على جنابه الاوفري، يبقى السؤال بقى اين يقع الاوفري؟ على جانبي اليوترس. اذا هو لاترال اليوترس على جنابه، وده كله موجود فين؟ في الحوض، موجود في الحوض اللي هو البلفس. اتس ميكس جلاند، ده ميكس طبعا عارفين ليه ميكس من غير ما اقول، لانه بيفرز الاوفم يبقى جزء اكسوكراين، وبيفرز الهرمونات يبقى جزء اندوكراين. بيقول لي اكسوكراين بارت مسؤول عن افراز الاوفا، الاوفا ده الجمع اللي هي البويضات، واندوكراين بارت بيفرز الفيميل سكس هرمون اللي هم طبعا ايستروجين وبروجستيرون. قبل ما اكمل انا عاوز واحد بقى يعمل لي مقارنه بين التستس والاوفري. التستس ده البرايمري سكس اورجان ان ميل، والاوفري ده البرايمري سكس اورجان ان فيميل. بعد كده التستس كانت هتفاكر الشكل اوفويد، انما ده كانت المون، ده كان شكلها بيضاء وشكلها عامل زي اللوز. اوفويد والمون. بص اللي بعدها بقى، تستس is present outside the abdominal cavity in the scrotum. امال الاوفري كان موجود inside the body in the pelvis، ده جوه الجسم في البلبس. ده كان ميكسد، ده بيصنع سبيرم، ده بيصنع اوفر، ده بيصنع الميل سكس هرمون اللي اسمه التستوستيرون، ده بيصنع فيميل سكس هرمون اللي اسمه ايستروجين وبروجستيرون. بعد كده اللي عليه الدور معانا هي اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب، قناه فالوب. اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب اللي هي قناه فالوب، بيسموها اليوتراين تيوب اللي هي قنوات الرحم او فالوبيان تيوب، وده الاسم المشهور اللي هي قنوات فالوب. دول عباره عن ايه؟ بيقول لي زي ار بيرد داكت، عباره عن انبوبتين اتنين، واحده يمين واحده شمال. وانا لو سالتك الاوفا بتتصنع فين؟ في الاوفر. ولما يحصل اخصاب هتنقل تروح فين؟ في الرحم، تقعد في الرحم. يبقى مين اللي ينقل البويضه من المبيض الى الرحم؟ قناه فالوب. مكتوب عندك بيقول ذات كاري الاوفا فروم اوفري تو اليوتراين كافيتي، ديت اللي بتنقل البويضه من الاوفر اللي هو المبيض لليوتراين كافيتي. وطبعا كلمه يوتراين كافيتي اللي هو يقصد بيها الرحم. طول قناه فالوب بيكون 10 سم، الطول بيكون 10 سم. هو الفاس ديفرنس كان كام؟ 40، ده طولها 10 سم. بعد كده بيقول اتس لاترال اند اس فري. لاترال اند اس فري يعني ايه؟ بص تخيل ان الجزء ده كده الرحم، وده كده الدراعات، دي قناه فالوب. قناه فالوب ليها ميديال اند ولاترال اند، نهايه لازقه في الرحم ونهايه سايبه، فاللاترال اند بتكون فري سايبه واخرها عامله زي الصوابع كده بالظبط. يا جماعه شكل المبيض ده وشكل قناه فالوب عامل كده، المبيض بيبقى قاعد كده، قناة فالوب عاملة صوابع، عاملة صوابع كيف كده، يقوم المبيض منزل البويضة، مش حاططها، منزلها سايبها مسقطها كده، تقوم قناة فالوب ماسكاها منه، يعني مش لازقين في بعض اللي هو خد لا، ده هو بيقوم جاي رامي البويضة، تقوم قناة فالوب ماسكة البويضة ونقلاها بعد كده موديها للرحم. إذا لو قلت لك اللاترال اند بيبقى فري سايب مش ماسك مع حاجة، واللي اللاترال اند از فري اوبن ان ذا بلفيك كافيتي، مش مهم دي، انا عاوز هو فري تو درول اوفر فروم اوفر، يعلم على دي بقى، هو بيكون فري وبيسحب البويضه من المبيض باي سيليا، عن طريق السيليا. طبعا السيليا دي يعني ايه؟ زوايد اهداب، الاهداب دي موجوده على نيومرس بروسيسز، زوايد كتيره اسمها الفيمبريا. الراوند اتس فانل اوبن ذا ترانسميت الاوفم تو اليوترس، ده معناه ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، ده الرحم اهو، ده كده قناه فالوب. قناه فالوب ليها ميديال اند وليها لاترال اند. لاترال اند بتكون فري، اللاترال اند اللي اخرها فيها زوايا كتيره، الزوايا دي اسمها الفيمبريا. اسمها ايه؟ فيمبريا. الفيمبريا دي عليها سيليا، والبويضه لما تقع من المبيض تقوم السيليا اللي على الفيمبريا ماسكاها، ثم تدخلها جواها، تقوم جايه مودياها للرحم بعد كده. عشان كده بيقول لك اول كلمه اللاترال اند بتبقى فري، بتمسك مين؟ الاوفر. من مين؟ من المبيض، عن طريق مين؟ السيليا اللي موجوده على مين؟
على الفيمبري، يقول لك عن طريق السيليا اللي موجوده على الفيمبريا، والفيمبريا دي بيقول لي اراوند اتس فانل اوبننج. ايه فانل اوبننج دي؟ بص قناه فالوب في الاخر شكلها عامل كده، قناه ده مين؟ ده الفيمبري عليها ايه؟ سيليا، والنهايه اصلا عامله زي الامه فانل شيب، عشان كده بيقول لك الفيمبريا موجوده عند الفانل شيب اوبننج، النهايه اللي زي الامه. لو سالتك بقى انا عايز الكلمات دي اعلم عليها، اللاترال اند بتكون فري، بتسحب الاوهم عن طريق السيليا اللي موجوده على الفيمبري اللي موجوده عند الفانل شيب ان، وتوديها بعد كده لمين؟ للرحم، لليوترس. الاذر اند بقى، الاذر اند طبعا اللي هي النهايه الثانيه، اوبن دايركتلي انتو اليوترس، بتصب مباشرة في الرحم at its upper lateral angle، عند الزاوية اللي فوق في اللاترال. بصوا الرحم اهو، ادي الجزء العلوي ادي الجزء السفلي، ده الجزء العلوي لاترالي، فالأزر اند النهاية التانية بتصب في الرحم مباشرة في الأبر lateral end، يعني فوق من على الجناب. إذا قناة فالوب طولها كام؟ 10 سم، ليها نهايتين، هي الأول هي واحدة ولا اثنين؟ اثنين، وليها نهايتين، نهاية لاترال ونهاية ميديال. اللاترال عند الاوفري والميديال عند اليوترس، ده يسحب البويضة ويحطها بعد كده في مين؟ في الرحم. لا، واحدة هنا وواحدة هنا، فالمحصلة النهائية انها تبقى اثنين في الجسم كله، اثنين، واحدة يمين وواحدة شمال. تعالى ندور بعد كده اليوترس، واليوترس سؤال امتحان. اليوترس سؤال امتحان، وايه اليوترس ده؟ اليوترس اللي هو الرحم بقى، الرحم. مكتوب عندك أول حاجة ده بير شيب، بير شيب ده يعني شكله عامل زي الكمتراية، شكله عامل زي الكمتر، بير شيب. سيك وولد، سيك وولد يعني جداره سمين، ماسكولار يعني جداره تركيبه عضلات، هو عبارة عن عضو، العضو ده عامل زي الكمتر، جداره سميك وتركيبه عضلات. الأطوال بقى مهمة ومحتاجينها، 7.5 طول، 5 عرض، 2.5 سمك. ابدأ 7.5 ونقص 2.5، 7.5 بعد كده تبقى 5، بعد كده تبقى 2.5. طول في عرض في ارتفاع، طول في عرض في سمك، الطول 7.5، العرض 5، السمك 2.5، مكون من 3 أجزاء، فندس وبودي وسيركس. فندس اللي هو الجزء العلوي، وبصوا بقى عشان تفهموا دي كويس، شكل الرحم يا جماعة بيبقى بالشكل ده كده. الرحم بيبقى فيه جزء منتفخ من فوق، فاكرين في المعدة لما كان فيه جزء منتفخ فوق سمناه فندس، أي جزء منتفخ فوق نسميه فندس، وله جزء اسمه البودي، ثم يأتي في الآخر جزء هنا كده اسمه السيرفكس، والسيرفكس ده اللي هو اسمه عنق الرحم، عنق الرحم. أنت عندك جزء اسمه الفندس، وعندك جزء اسمه البودي، وبننتهي في الآخر بالسيرفكس اللي هو عنق الرحم، يبقى الرحم ثلاث أجزاء، إيه وإيه وإيه؟ فندس وبودي وسيرفكس. لو سألت أين يقع الفندس مقارنة بمستوى قناة فالوب؟ فوق ولا تحت؟ فوق. أمال البودي قريب منها وتحتها، والسيرفكس تحت خالص. بص كده على الفندس بيقول لي لاي أباف الإنترانس أوف يوتراين تيوب، موجود فوق مدخل اليوتراين تيوب. هي مين اليوتراين تيوب دي؟ اليوتراين تيوب اللي هم مين؟ الفالوبيان تيوب، قنوات فالوب، بلاقي اسم ده اسمها يوتراين تيوب، فهو بيقول لك الفندس موجود فوق فتحات اليوتراين تيوب، بالنسبة للبودي لايز بلو الانترانس، ده موجود تحت المدخل، أدي البودي أهو، ده موجود تحت مدخل قنوات فالوب، وده اللي مكون المين بالك، ده الجزء الرئيسي. بالنسبة للسيرفكس بقى ده بيبقى كالآتي، نارو، واضح جدا إن هو بيبقى جزء ضيق، نارو، سبندل شيبد كانال، قناة مغزلية الشكل. بتفتح، بص لو ده السيرفكس فوق يبقى بودي، تحته يبقى الفاجينا اللي هو المهبل. اذا السيرفكس رابط مين بمين؟ البودي بالفاجينا. مكتوب عندك هو شكله ايه؟ سبندل شيب، نارو ولا واير؟ نارو، هو نارو سبندل شيب كانال، بتفتح اوبن انتو البودي اباف، البودي بتاع مين؟ البودي بتاع اليوترس فوق، اند الفاجينا بيلو، والفاجينا تحت. اذا هو كونكت مين مع مين؟ كونكت اليوتراين كابيتال وفي الرحم مع الفاجينا. يبقى دلوقتي لو جيت سالتك اليوترس طوله
طوله 7.5، عرضه 5، سمكه 2.5. ده الجزء اسمه فانس فوق المدخل، وده جزء اسمه بودي تحت المدخل، ده مكون المين بار. الجزء الضيق اللي في الاخر اللي رابط البودي فوق بالبزايا ده اسمه سيرفس، والسيرفس ده اللي هو عروق الرحم اللي عليه الدور معانا. احنا نتكلم عن مين؟ طبعا عن الفاجاين. احنا جايبين اهوت، ادي الرحم، ادي اسف المبيض، ثم قناه فالوب، ثم الرحم، تنزل تحت شويه تلاقي الفاجاينا، والفاجاينا ده اللي هو المهبل. بيقول ده بيكون الاستيك، الاستيك يعني مرن، فايبروماسكولار، الياف مع عضلات، تيوب، انبوبه، هايلي ديستنسبل. كلمه ديستنسبل معناها قابل للتمدد، بيتمدد. لك ان تتخيل ان دي الانبوبه اللي هي قد كده، هو اصلا سمكها قد كده بس، يعني اليومن بتاعها قد كده، اللي بينزل منها راس العيل وفي ولاده طبيعيه. لما يكون في ولاده طبيعيه راس العيل، العيل بتاعها هنا كده يا جماعه، الجانب دي بقى قاعد هنا اب سايد داون، يعني هو بينزل الدنيا معكوس دماغه اهي، وبيكون قاعد بالطريقه دي كده، ادي ايديه وادي رجليه، بيرفص لفوق دماغه لتحت وبيرفص لفوق. الدماغ اهي، الدماغ هو نازل تعدي بالفاجاينا. تخيل بقى دماغ العيل دي كلها بتعدي بالفاجاينا اللي قد كده. اذا الفاجاينا بتكون الاستيك مرن جدا وريستنسبل، قابل للتمدد. ليه انتيريور وول وليه بوستيريور وول؟ يعني ايه؟ الفاجاينا بتكون ليه جدار قدام وجدار ورا، احنا باصين من الجنب. وانت باص من الجنب الفاجاينا بيكون ليه؟ ادي جدار امامي وليه جدار خلفي. ده شكل الفاجاينا، وانت باص من الجنب ليه جدار قدام وليه جدار ورا. الجدار اللي قدام بيبقى طوله 7.5، انما الجدار الخلفي بيبقى طوله 9 سم. اذا قدام قد ايه؟ 7.5، ورا قد ايه؟ 9 سم. عشان كده لو سالتك مين اطول من مين؟ البوستيريور اطول من الامامي. مكتوب عندك بيقول الانتيريور وول 7.5 شورتر زان البوستيريور وول. بس هنا سؤال، انتيريور وول وبوستيريور وول وانت باص منين؟ وانت باص من الجنب هتلاقي الانتيريور وول 7.5 والبوستيريور وول بيكون 9 سم. الفاجاينا ده فوق فاتح في مين؟ في اليوترس. امال بره، بره خالص فاتح مين بقى؟ فاتح في الفيستيبيول. وايه الفيستيبيول ده؟ هناخد حالا، ده الجزء الخارجي من الجهاز التناسلي في الانثى. بيقول لي اتوبن سوبرفيشالي، كلمه سوبرفيشالي معناها ناحيه بره، فاتح ناحيه بره في الفيستيبيول. واتس ديب اند نهايته اللي ناحيه جوه، سراوند بروجكتد فاجينال بارت اوف السيرفكس. بص يعني ايه بقى؟ هرسم لكم حته هنا وان شاء الله تفهموها. هو ده مين؟ ده الرحم. الرحم بيجي في الاخر يعمل كده، بيعمل الحركه دي في الاخر. شايفين الحته دي كده؟ ده كده الرحم بيعمل الثانيه دي في الاخر، وتلاقي الفاجاينا بدات كده. الفاجاينا بره، بره فاتح في مين؟ حاجه اسمها الفيستيبيوم. امال جوه؟ بص بقى الكلمه اللي عندك بالراحه خالص، بيقول لي اتس ديب ان نهايته الداخليه، سراوندز محاطه بيه، البروجكتد فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس. هات من الاخر، السيرفكس اللي هو عنق الرحم، في جزء اسمه الفاجينال بارت، ده بيبقى بروجكتد. شايفين دول؟ الحته دي والحته دي، ده بنسميه ده جزء من عنق الرحم، بس بنسميه جزء عنق الرحم البارز على الفاجينا. كان الفاجينا نازل وعنق الرحم مغطيه من الجنبين، فبنسميه بروجكتد فاجينال بارت اوف السيرفكس، الجزء البارز من السيرفكس اللي هيغطي الفاجينا. الفاجينا يا جماعه طوله بيكون كام؟ على حسب الجدار، الجدار اللي قدام بيكون 7.5 ورا 9.5. اذا هو اطول جزء فيه او 9، اطول جزء فيه بيكون 9، هايلي ديستنسبل، قابل للتمدد. تحت فاتح في مين؟ في الفيستيبيول. امال فوق موجود عند عنق الرحم، وده بالنسبه للفاجاينا. تعالوا نبص بقى على الاكسترنال جينيتاليا ان فيميل. طبعا ده كده كان جوه، ده كله جوه الجسم، ده بنسموه انترن جينيتاليا، الاعضاء التناسليه الداخليه، انترنال جينيتاليا. عاوزين نبص على جزء الاعضاء التناسليه الخارجيه في الفيميل بقى. الاعضاء التناسليه الخارجيه للفيميل بتبقى اربع حاجات، فيستيبيول، ليبيا مينورا، كلايتورس، ليبيا ميجورا. ده عباره عن ايه؟ الجهاز التناسلي الخارجي في الانثى بيبقى الشكل عامل زي البوط، عامل زي القارب. ادي الشكل اهو،
ده اسمه الفيستيبيول. الفيستيبيول ده بيكون محاط بجلد من بره وفي جلد من جوه. مكتوب عندك اول حاجه الفيستيبيول، ناخدها واحده واحده كده. الفيستيبيول، والفيستيبيول ده المكان نفسه، المكان نفسه اسمه الفيستيبيول، جزء دبريس يعني جزء داخل اللي جوه شويه. مكتوب عندك بيقول ده بوت لايك، بوت معناه عامل زي القارب، عارفين انتوا القارب اللي هو بيكون بيجدف ده اسمه البوت، ولما يبقى شكله عامل زي القارب اللي هو بينقص مكتوب لك اوفال، شكله بيضاوي. ديبريشن ده انخفاض بتوين الليبيا مينورا، ده موجود بين الليبيا مينورا. بصوا بقى ده اسمه ايه؟ الفيستيبيول. الفيستيبيول على جنابه هنا وعلى جنابه الناحيه الثانيه حاجه اسمها الليبيا مينورا، ده نعرف حالة انها سكين فول، تنايات من الجلد اسمها الليبيا مينورا. والليبيا مينورا دي براها في جزء اسمه الليبيا ميجورا، والليبيا ميجورا ده عباره عن دهون. يبقى مين ثم مين ثم مين؟ فيستيبيول، ليبيا مينورا، ليبيا ميجورا. وعندي الفيستيبيول من فوق بنلاقي جزء اسمه الكلايتورس، الكلايتورس. يعني دلوقتي مين ثم مين ثم مين؟ فيستيبيول ثم الليبيا مينورا ثم الليبيا ميجورا، والفيستيبيول من فوق فيها الكلايتورس. مكتوب عندك اول حاجه الفيستيبيول ده بوت لايك، عامل زي القارب، ده ديبريشن انخفاض. ولو سالتك بقى يبقى موجود بين مين؟ بين الاثنين ليبيا مينورا، موجود بين الاثنين ليبيا مينورا. وده بيكون فيه ثلاث حاجات، فتحه ورا، ودي فتحه الفاجاين ورا كده بيكون في فتحه، ادي فتحه الفاجاين اهي. فاكرين من شويه قلت لكم الفاجاينا فاتح فين؟ في الفيستيبيول. ما هو الفيستيبيول اهو، دي فتحه الفاجاينا بتكون بوستيريور. وعندنا انتيريور ليد، لو تفتكروا المره اللي فاتت لما كنت بقول لكم قناه مجرى البول اليوريثرا في الفيميل كانت بتفتح في الفيستيبيول قدام فتحه الفاجاينا، ادي فتحه قناه مجرى البول اهي. يبقى قناه مجرى البول قدام والفاجاينا ورا، وده يديك مؤشر. الجهاز البولي في الانثى ملوش دعوه بالجهاز التناسلي، انما في الميل المخرج واحد اللي هو اليوريثرا بيبقى طريق مشترك. الفيستيبيول بيحتوي على ايه ورا وايه قدام؟ فتحه الفاجينا ورا وفتحه اليوريثرا قدام، وعلى الجناب في غده اسمها البارسولين جلاند. على الجناب في غده اسمها البارسولين جلان، ودي بتفرز ماده مخاطيه ترطب المكان يا جماعه، اسمها البارسولين جلان. يبقى المكان ده اسمه ايه؟ فيستيبيول. بيحتوي على كام فتحه؟ ثلاثه، ورا فاجينال اوريفيس، قدام يوريثرال اوريفيس، ومعانا فتحات البارسولين جلان. البارسولين هو بيفرز ماده مخاطيه عشان ترطب المكان. ثم بعد كده يجي الليبيا مينورا، والليبيا مينورا دي بص هنا بقى السؤال، هي لاترال لمين وميديال لمين؟ هي لاترال لمين وميديال لمين؟ لاترال للفيستيبيول وميديال للليبيا ميجورا. ده سكين فولد، سكين فولد معناها تنايات من الجلد، يبقى جزء متني كده من الجلد. بيقول لك ده سكين فولد بير، بير لان بيكون واحد يمين وواحد شمال على جنب الفيستيبيول. بير اوف سكين فولد ويتش انكلوز الفيستيبيول. يعني ايه انكلوز الفيستيبيول؟ بتحوط الفيستيبيول ميديال تو ليبيا ميجورا. اذا ده مين؟ ليبيا ميجورا. دي مين؟ ليبيا مينورا. ده مين؟ فيستيبيول. يبقى الفيستيبيول محاط ب ليبيا مينورا، ليبيا مينورا الاول، وميديال للليبيا ميجورا بيكون في الليبيا مينورا. اذا الليبيا مينورا بتكون ميديال للليبيا ميجورا، يعني ناحيه جوه. امال بالنسبه للكلايتورس بقى، كلايتورس مكتوب عندك بيقول ان هو سبونجي اركتايل تيشو. يعني ايه كلمه سبونجي اركتايل تيشو؟ فاكرين قلنا مين السبونجي اركتايل تيشو في الميل؟ الجزء القابل للتبدل في الميل هو البينس، الجزء القابل للتبدل في الفيميل هو الكلايتورس. الكلايتورس ده بيكون عباره عن جزء، الجزء ده ممكن بيكبر شويه، ده اسمه الكلايتورس. بالنسبه للليبيا ميجورا بقى، الليبيا ميجورا بيبقى عباره عن سيك، جزء سميك فاتي مليان دهون، هيري مليان شعر، هو جلد. اذا هو جلد مليان دهون ومليان شعر. لاترال تو الليبيا مينورا هو ده مين؟ ده الليبيا مينورا، براها ليبيا ميجورا. فلما اجي اقول الليبيا مينورا هقول انها ميديال للميجورا، ولما اجي اقول الميجورا هقول انها لاترال للمينورا. يعني مين ناحيه جوه المين وناحيه بره المين؟ دي هقول عليها
ميديال الميجور ولاترال الفستيبيول. امال ده قول عليها لاترال الاثنين لانها لناحيه بره خالص. لو جيت سالتك وقلت لك مين السكين فولد الليبيا مينور، امال مين السك فاتي هيري سكين ده الليبيا ميجور. بيبقى جلد مليان شعر ومليان دهون لاترال تو الليبيا مينور، واللي انتيريورلي زي جوين عشان تكون حاجه اسمها المونس بيوبس. الاثنين ليبيا ميجور دول يا جماعه قدام بيلتقوا مع بعض ويكونوا حاجه اسمها المونس بيوبس. المونس بيوبس دي تبقى قدام السيمفيس بيوبس على طول. اذا يبقى في عندنا ادي الليبيا ميجور وادي الليبيا ميجوره بيلتقوا قدام ويكونوا حاجه اسمها المونس بيوبس، وده بيكون قدام الارتفاق العاني مباشره. وده كده بالنسبه للجهاز التناسلي للفيميل، سيان انترنال اللي هو اوفري ويوتراين تيو ويوترس وفاجينا، او اكسترنال اللي هو الفيستيبيول والليبيا مينورا والكلايتورس والليبيا ميجور. هتلاقي اول صفحه كده نراجع اسماء بس. يلا الميل جينيتال سيستم كان مكون من تستس ابيديديمس فاس ديفرا، كان بيخدم عليهم بروستات بالبويريسرال سيمينال فيسيكل، وكان بره اكسترنال جينيتال اللي هي كانت البينس والسكروتا. بالنسبة للفيميل البرايمري كان الاوفري، ومعانا اليوتراين تيوب اللي اسمها فالوبيان تيوب، معانا اليوترس الرحم، معانا الفاجينا الميبل، معانا الاكسترنال جينيتاليا. والاكسترنال جينيتاليا كانت اربع حاجات، مين ومين ومين ومين؟ فيستيبيول، ليبيا مينورا، ليبيا ميجورا، ومعانا كلايتورس. وده كده بالنسبة لشابتر الجينيتال سيستم.